بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي ومحبي الكرة الطائرة في كل مكان، نحييكم من قناة النادي الأهلي لننقل لحضراتكم أولى مباريات الدوري العام للموسم 23-24 لكرة الطائرة سيدات الممتاز ألف أمام حضراتكم بصالة شهداء بالنادي الأهلي. هيبقى على ايدك اليمين النادي الاهلي، على ايدك اليسار والنادي اصحاب الجياد على ايدك اليمين. مباراه الكره الطايره في الدرجه الاولى للاسبوع الاول الاسبوع الثاني في الدوري الممتاز للكره الطايره سيدات والموسم 2023-2024. الاهلي تاجل له الماتش الاولاني في الاسبوع الاولاني مع الصيد بسبب في لاعبة موجودة في منتخب الشاطئية من نادي الصيد اللي بيشارك في بطولة العالم بتايلاند اللي هتبدأ غدا إن شاء الله وهتستمر لحد يوم 12 نوفمبر الحالي. والمنتخب الشباب والشابات مشارك في بطولة العالم للكرة الشاطئية بتايلاند، مازن ماجد ويوسف محمد وحبيبة وحيد وجيه وندى حمدي، دول لاعبات النادي، دول لاعبات منتخب مصر لكرة الطائرة الشاطئية. وادي امام حضراتكم فريق اصحاب الجياد بزي الاخضر، وادي النادي الاهلي بقياده الكابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني، ومعه محمود الوزير مدرب عام، محمد حسن ديمتري اخصائي تقني، دكتوره هدير وحيد طبيب، لواء اهاب عبد المنعم مدير الفريق، سيد ابراهيم اداري الفريق. هذه تعليمات الكابتن ابراهيم فخر الدين. وهنقول لحضراتكم نادي الاهلي، وهذه اصحاب الجياد من محافظه الاسكندريه، وده طبعا بطوله يعني دوري عام وكل الفرق بتشارك فيها. هي احنا اصحاب الجياد والاهلي في المجموعه الاولى، ومعاهم الصيد ومعاهم الاتحاد السكندري ومعاهم دجله والواي مسيحيه اسكندريه، ده وديلفي والشمس. اما المجموعه الثانيه الزمالك والمقاولين وهليوبلس وسبورتنج والزهور والطيران و6 اكتوبر وسموحدين، المجموعه الثانيه اللي في مجموعات الدوري الممتاز الف الامسات. صوره تذكاريه للفريق مع الجهاز الفني قبل بدايه المباراه، ويحكم هذا اللقاء الحكم مريم احمد ويساعدها محمود على دول درجه اولى مش دولي عشان احنا برضه في الصوره. طبعا هو اكيد اتحاد الكره الطايره ولجنه الحكام برئاسه الكابتن مجدي حافظ بتشرك الحكام في الماتشات اللي هي تبقى وان سايد جيم او يعني اللي هي بتبقى سهله بالنسبه في الدوري، وبيبدا يدربهم على ان هم هياخدوا دولي بعد كده. تشكيل النادي الاهلي او مجموعه لاعبات النادي الاهلي: ايا الشامي ضارب من مركز 2، ندى وليد ليبرو رقم 2 ليبرو، دعاء الغباشي ضارب من مركز 4، سلمى يوسف رقم 7 ضارب من مركز 3، شروق فؤاد معد رقم 9، زينة العالمي رقم 10 ضارب مركز 4، سارة أمين رقم 11 ضارب من مركز 4، مي غزال 14 ضارب من مركز 3، مي غزال 14 سنتر بلوك، مريم ثروت 15 معد، آية خالد 17 سنتر بلوك، دعاء محمد 20 معد، تيتانيا بوكان رقم 3 تلعب في مركز 4 من مونتينيجرو الجبل الاسود، ودي المحترفه الاولى في النادي الاهلي، والثانيه اوريليا تومبو رقم 5 مركز 2 ودي فرنسيه الجنسيه، ميار خليفه رقم 6 مركز سنتر بلوك او مركز 3، هي امام حضراتكم رقم 3 اللي بقول عليكم تيتانيا بوكان اللاعبه المحترفه من مونتينيجرو، وعليا هاني رقم 18، نهال جمال رقم 22 وعلياء هاني رقم 18، ودول بعض اللاعبات اللي تم الدفع بيهم هذا الموسم طبعا مكان نهله سامح ومكان بعض اللاعبات الغير موجودات في الفريق. ده ثواني ويبدا هذا اللقاء. على ايدك اليسار على ايدك اليمين فريق او نادي اصحاب الجياد امام حضراتكم. الجهاز الفني كابتن احمد خليل رئيس الجهاز، المدرب العام الكابتن المدرب العام كابتن احمد سامي، الاداري الكابتن منى دسوقي،
العلاج الطبيعي والإصابات دكتورة ميار مصطفى رئيس النادي المستشار سيد سمرة، واللاعبات فاطمة الزهراء رقم 1، مريم محمود رقم 2، نيرة خالد رقم 7، سميرة سليم رقم 9، فاطمة حسن رقم 10، نورهان وائل رقم 14، ميادة خليفة رقم 15، حبيبة محمد حسن رقم 16، روان عادل 19، سما عزت رقم 20، جنى سالم 21، أمنية مصطفى 23، وليبرو منى أحمد سليمان رقم 3، ونور نور هشام رقم 6 ليبرو، نجين إبراهيم 22 ليبرو. وأمام حضراتكم فريق النادي الأهلي بزيه الأحمر، أمامنا رقم 18 من النادي الأهلي علياء هاني مركز 2، رقم 3 تتانيا بوكان رقم 3 مركز 4 من محترفة من مونتينيجرو، رقم 17 آية خالد هي أمام حضراتكم، رقم 11 هذه فريق النادي الأهلي أمام حضراتكم بالزي الأحمر على إيدك اليسار، وعلى إيدك اليمين فريق نادي وأصحاب الجياد بالزي الأخضر. على الإرسال رقم 20 دعاء محمد، سارة أمين رقم 11 ضارب من المركز 4، دي دعاء إرسال من أعلى وأداد ومحاولة، ولكن نقطة للنادي الأهلي واضح كده الاستقبال، يعني لعبة دعاء لعبة على الليبرو، وادي واحد للنادي الأهلي لشيء لأصحاب الجياد، وادي ستار أو حائط صد من لاعبات النادي الأهلي، نقطة ونقطة التعادل، الكرة بتيجي في الشبكة وخطأ على النادي الأهلي، ونقطة لنادي أصحاب الجياد والتعادل. إرسال مع رقم 21 من نادي أصحاب الجياد جانا سالم على الإرسال، مستنية الكرة. هذه 21 جانا على الإرسال، جانا سالم لعبة مركز 4 تلعب إرسال خارج الملعب، والنقطة الثانية للنادي الأهلي، الأهلي تقدم 2-1 لأصحاب الجياد، رقم 3 على الإرسال تينا بوكان رقم 3 لعبة مركز 4 محترفة من مونتينيجرو بتلعب إرسال لوتر، ونقطة للنادي الأهلي، محاولة كده من نادي أصحاب الجياد في الكرة الثانية ولكن بتيجي في الشبكة وتنزل ملعب أصحاب الجياد، والنقطة الثالثة 3 أصحاب الأهلي 1 أصحاب الجياد، رقم 3 على الإرسال تانية وكان بتلعب إرسال ولكن بيجي في الشبكة، نعدي الإرسال 2 أصحاب الجياد 3 النادي الأهلي، والإرسال مع لاعبة نادي أصحاب الجياد رقم 10 فاطمة حسن، إرسال من أعلى استقبال وإعداد وضربة ساحقة من سارة أمين، وبيجيب النقطة الرابعة للنادي الأهلي، 4 الأهلي 2 أصحاب الجياد، واضح أكيد فارق الخبرات وفارق الناحية الفنية لصالح أو لصالح لاعبات النادي الأهلي، طبعا معظمهم لاعبات منتخب خارج الملعب، لسه طبعا أول ماتش رسمي في الموسم، فأكيد الدنيا بتبقى مشدودة شوية والأداء لسه ما بيظهرش قوي زي ما يكون في وسط الموسم. وهذا الإرسال مع رقم 9 3 أصحاب الجياد 4 النادي الأهلي، وهذا الكابتن أحمد خليل بيشاور للاعبات أصحاب الجياد، إرسال بالذراع الأيسر بيجي في الشبكة ونقطة للنادي الأهلي، النقطة الخامسة، 5 النادي الأهلي 3 أصحاب الجياد، والإرسال مع رقم 18 من الأهلي علياء هاني تلعب في مركز 2، علياء بتلعب بالذراع الأيسر وذراع الأيسر، وإعداد ضربة محاولة من أصحاب الجياد إلى تحديل المسار ومحاولة حصول على نقطة، وبتيجي في حائط الصد لأصحاب الجياد وخارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي وستة الأهلي 3 لأصحاب الجياد، دبل سكور وكلاكيت تاني مرة لعلياء هاني الإرسال. أمام حضراتكم أهي حكم بيشاور إنها نقطة،
محاولة من نقطة من النادي أصحاب الجياد كده، بيلعب إعداد وكرة متشاطة في المكان الفاضي ولعبتها بليسنج اهي اهي تم مرة تانية في الإعادة بينا في الإعداد ولعبتها كده في المكان الفاضي وجت نقطة لأصحاب الجياد. أربعة أصحاب الجياد، ستة النادي الأهلي، والإرسال مع أصحاب الجياد. إعداد وكده دعاء المعدة رقم 20 بتلعب الكرة بذراع الأيسر وتجيب النقطة السابعة. اهي امام حضراتكم بدل ما تعد وتلعب سريع او تلعب لمركز اربعة بتجيب نقطة مباشرة. دي طبعا خطط او تكنيك من لاعبات المركز او المعدات بيحاولوا يلعبوا الكرة. الكرة خارج الملعب، قلنا لسه اللاعبات لم تاخذ الاحساس بالكرة، وطبعا لازم نخلي بالنا من الارسالات اللي بتضيع لان ممكن بتيجي في الاخر وتجمل معانا. اعداد من دعاء المعد الفريق وحائط صد وضارب من ساره من ايه خالد اللي بتجيب تيجي في حائط الصد وتنزل ملعب اصحاب الجياد. والنقطه رقم 8 للنادي الاهلي، الاهلي 8 5 اهي طالعه اهي ايه خالد بتلعب سنتر بلوك وبتضرب من مركز 3 سريع اهي عليها الارسال. ايه بتلعب ارسال قوي، استقبال هناك في مركز 2 وبعدين اعداد في مركز 4 ومحاوله من اللاعبه المونتينيجرو المحترفه تيتانيانا بوكان ومحاوله مره ثانيه من لاعبات اصحاب الجياد مره اخرى واهو مره ثانيه من لاعبه تيتانيا بوكان. والكره سيجان ما بين الفريقين، ادي اول مره يكون نشوف كره بقى طويله كده ما بين الفرقتين، الفرقتين سخنوا بقى واللعب بقى حلو. تمام حضراتكم اهو اعداد، يلا يا دعاء يلا يا تتانيا، وتيجي في رقم 16 من نادي اصحاب الجياد تبقى خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي النقطه التاسعه اهي هناك كده في مركز اربعه بتشوط وبتيجي في لاعيبه 16 اللي هي حبيبه محمد رقم تحت السن وبتيجي نقطه للنادي الاهلي. آية على الإرسال، آية خالد بتلعب إرسال من أعلى تاني، إعداد وحائط صد والكرة كده للخلف. مرة تانية ليبرو بيدافع وبيلعب الكرة. مرة تالتة تانية بتشوط وتيجي في لاعيبة أصحاب الجياد وتيجي وتبقى خارج الملعب وتبقى النقطة العشرة 10-5 ودبل سكور لصالح النادي الأهلي. آية خالد على الإرسال رقم 17، آية بتلعب إرسال، إرسال مباشر أو إرسال زي ما بيقول عليه بيجيب نقطة مباشرة أو إيس. النقطة 11 للنادي الأهلي، 5 لأصحاب الجياد. بنقول إن طبعا بداية إن شاء الله تكون مبشرة للنادي الأهلي، أول لقاء في بطولة الدوري الممتاز لكرة الطايرة أنيسات موسم 2023-2024. طبعا احنا الأهلي السنة اللي فاتت أخذ الدوري وأخذ كأس السوبر المحلي ولكن فقد الكأس، فالسنة دي إن شاء الله عاوزين ناخد الثلاثية ونعوض مرة تانية الكأس الموسم الماضي، يبقى ناخد الثلاثية تبقى الأهلي صاحب الثلاثية. واعتذرنا عن أفريقيا في تونس، كان في تقريبا أعتقد يعني اعتذار عن البطولة الأفريقية اللي كانت في تونس، يبقى كده الاهلي يعني ناقصه بطوله واحده اللي هي بطوله الكاس، وبطوله افريقيا ان شاء الله يشارك فيها الموسم الحالي. نقطه للنادي الاهلي النقطه 12 اهو، دعاء بتعد للاعيبه مونتينيجرو اهي طالعه بتشوط من مركز اربعه. يا سلام تسلم ايديكي. ارسال مع الاهلي، دعاء تلعب ارسال من اعلى، استقبال مش حلو خالص ولكن المعد اللي هيحاول يلم الكره وضربه ساحقه من النادي الاهلي من رقم 6 من لاعيبه الاهلي ميار خليفه. ومحاوله ثاني من دعاء اهي خلفي وبتضرب لعلياء هاني رقم 18 مره ثانيه. قلنا بدا اللعب يحلو وبدات الجمل تظهر وبدا يبقى في سجال ما بين الفريقين. وادي 7 اصحاب الجياد 12 النادي الاهلي اهو امام حضراتكم في الاعاده. ما لحقتش الليبرو ندى وليد تاخد الكوره رقم 2. ارسال من نادي اصحاب الجياد، استقبال ندى، دعاء ومحاوله من
لعيبة النادي الأهلي. مرة تانية اهي بزراع الأيسر دعاء علياء هاني وبيجيب النقطة ولكن خارج الملعب، ونقطة لصالح أصحاب الجيال اللي هي 8-12، فارق 4 نقاط. أهو ضربة وجت، يعني في اعتقد ان الكره خارج الملعب ونقطه لاصحاب الجياد. 21 على الارسال، جانا سالم بتلعب ارسال من اعلى خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. النقطه 13 الاهلي، 8 اصحاب الجياد. الارسال مع تانيا دوكان محترفه من تونيجرو في النادي الاهلي، رقم 3 بتلعب ارسال قوي بتجيب نقطه، والنقطه 13 لصالح النادي الاهلي. الارسال مره ثانيه كلاكيت، ثاني مره ثانيه بوكان، ارسال ارسال من اعلى استقبال، محاولة مرة تانية، وادي النقطة 14. بدأ نادي أصحاب الجياد يفقد بعض النقاط، أخطاء فنية، وادي أول وقت مستقطع طلبه المدير الفني لأصحاب الجياد الكابتن أحمد خليل مدته 30 ثانية ونص دقيقة. ده بنقول إن طبعا الوقت الفني المباراة تم إلغائه بعد أو من بداية الموسم الماضي، وحسب تعليمات الاتحاد الدولي، حسب تعليمات الاولمبياد، وطبعا بيبقى فيه 2 وقت مستقطع لكل مدير فني في الشوط، يعني يبقى فيه 4. وهذه تعليمات الكابتن ابراهيم فخر الدين لكل اللاعبات وخاصه المحترفه الثانيه بوكان، وكابتن احمد خليل نفس القصه في الناحيه الثانيه. والارسال مرة تانية من عن النادي الاهلي، 15 الاهلي، اصحاب الجياد 8. والارسال مع تانيا بوكان رقم 3 المحترفة من مونتينيجرو في صفوف النادي الاهلي، استقبال وادي محاولة من سارة امين، ولكن الليبرو ندى وليد تقع منها كرة، محاولة كده خاطئة، ونقطة للنادي اصحاب الجياد 9 والاهلي 15. الارسال مع نادي اصحاب الجياد من اعلى، استقبال النادي الاهلي تتانية، دعاء بتعد خلفي وبتلعب الكره، ولكن في خطا على المعده، في خطا في اعداد الكره، والنقطه تبقى النقطه 10 لاصحاب الجياد. على الارسال رقم 10 فاطمه حسن بتلعب ارسال من اعلى خارج الملعب، والنقطة 16. كان في النقطة دي كان بيبقى فيه وقت مستقطع، ولكن ما بقاش فيه وقت مستقطع الفني للمباراة، تم إلغاؤه عشان لسرعة اللعبة والاستمتاع بها. استقبال من أصحاب الجياد، إعداد، محاولة مرة تانية ودفاع من النادي الأهلي، ومحاولة من دعاء، ولكن بتبقى بإيد واحدة تبقى خارج الملعب، ونقطة لأصحاب الجياد، نقطة 11. والارسال ما زال مستمرا مع اصحاب الجياد. ارسال بازراع الايسر واستقبال دعاء وضربه ساحقه من علياء، ومحاوله مره ثانيه من اصحاب الجياد لتقليل الفارق ومحاولات، قلنا لحضراتكم، وبالذراع الايسر من رقم 9 من سميره سليم وتيجي في الشبكه وتبقى نقطه للنادي الاهلي، النقطه 17. 17 الاهلي، 11 اصحاب الجياد. الشوط الاول في هذا اللقاء بطوله الدوري العام موسم 2023-2024. والارسال مع اصحاب الجياد رقم النقطه رقم 12، 12 اصحاب الجياد و17 النادي الاهلي. ارسال من اعلى مع الوزن، استقبال ندى
اعداد دعاء وضربه صاعقه من ساره امين وبيجيب النقطه رقم 18. 18 الاهلي 12 اصحاب الجياد. بيقام في هذا التوقيت مجموعه مباريات في نفس المجموعه او الاسبوع الثاني للدوري الممتاز انساك. نقول لحضراتكم عليها حالا دلوقتي اهو. الاهلي اصحاب الجياد، الصيد والشمس مؤجل بسبب لاعبات اللي موجوده في منتخب الشابات للكره الشاطئيه المشاركين في بطوله العالم بتايلاند. وادي النقطه 13 لاصحاب الجياد، 13 18 الاهلي. الواي ومسيحيه اسكندريه مع ديلفي، ده في اسكندريه. الاتحاد السكندري وادي دجله في اسكندريه برضو. والمجموعه الثانيه الزمالك مع هليوبلس، ميت عقبه، المقاولين مع سموحه في صاله المقاولين، الطيران مع 6 اكتوبر صاله الشرطه الدوليه، سبورتنج والزهور صاله سبورتنج بالاسكندريه. 14 اصحاب الجياد، 18 النادي الاهلي. الفارق قل الى 4 نقاط، وده طبعا هدف الكابتن احمد خليل عايز يقلل الفارق والارسال خارج الملعب. والنقطه 19 لصالح النادي الاهلي. وعلى الارسال هي خالد رقم 17. هي بتلعب ارسال، وادي استقبال، اعداد، وادي ضربه ساحقه ومحاوله من النادي الاهلي الثانيه، وادي ضربه خلفيه من ساره امين مره ثانيه لاصحاب الجياد. بيدافعوا وبيعدي الكوره، ولكن الكوره فيها خطا فور باس، وتبقى نقطه للنادي الاهلي. النقطه 20، 20 النادي الاهلي، 14 نادي اصحاب الجياد. ارسال من اعلى النادي الاهلي واستقبال من اصحاب الجياد، واستقبال مره ثانيه ساره، اعداد دعاء وارتباك كده من لاعبات نادي اصحاب الجياد. والنقطه 21 لصالح النادي الاهلي. اعتقد ان المباراه دي هتكون سهله للنادي الاهلي ولاعبات النادي الاهلي، ابطال يعني الدوري مره 38 دوري. اقول لحضراتكم الاهلي فريق السيدات قد وقت مستقطع طلبه الكابتن احمد خليل الوقت الثاني ليه. وادي الكابتن ابراهيم فخر الدين المدير الفني وتعليماته للاعباته. وطبعا الاهلي ده بطل ابطال الدوري 73 او اكثر من 73، والاكثر تدويجا فريق الكره الطايره للنادي الاهلي، واخد الدوري 38 او 39 مره، واخد كاس مصر 35 مره، خد 8 كؤوس افريقيه وبطوله الانديه العربيه 8 مرات. يعني النادي الاهلي حاصل على بطولات عديده وبطولات كثيره، فريق كره الطايره للسيدات بالنادي الاهلي. طبعا من ضمن اللاعبات اللي كانوا طبعا مع النادي الاهلي كابتن هقول لحضراتكم عليهم في اللاعبات منى عبد الكريم، وطبعا عائله الشامي اللي موجود منها ايه موجوده في الفريق برضو، ايه الشامي ونهى وانجي الشامي ونهله سامح وشريهان سامح، دول برضو مع النادي الاهلي. وطبعا طبعا ما ننساش تهاني توسون، يعني نجمه افريقيا، وكانت احسن لاعبه من اللاعبات اللي موجوده في الكره الطايره في الجيل الذهبي للاعبات الكره الطايره. وادي ضربه ساحقه من النادي الاهلي من رقم 6 ميار خليفه، والنقطه 22 ورقم 20 على الارسال دعاء محمد. دعاء على الارسال معد الفريق، دعاء رقم 20 هتلعب ارسال من اعلى، وارسال من اعلى، استقبال من اصحاب الجياد، محاوله من اصحاب الجياد الى تقليل الفارق، والفارق حوالي 7 نقاط مره ثانيه. واعداد وتتانيه بوكان بتضرب، وفي الليبرو بتاع نادي اصحاب الجياد رقم 6 نور هشام بتستقبل الكره وتدافع، ولكن بتقابلها تتانيه بوكان بضربه ساحقه اهي بتعد. بص ادي بتعد خلفي دعاء وبتضرب رقم 6 لعيبه النادي الاهلي ميار خليفه اللي بتجيب نقطه 23. ويقترب الشوط على النهايه، الشوط الاول لصالح لاعبات النادي الاهلي. دعاء بتلعب ارسال من اعلى، استقبال،
اعداد هناك في مركز اربعه وحائط صد قوي من النادي الاهلي، ولكن فور باس على لاعبات اصحاب الجيال، والنقطه 24 نقطه وينتهي هذا الشوط. بوينت شوت زي ما بنقول، او النهايه نقطه الشوط اللي فاضله. دعاء على الارسال، ارسال من اعلى، استقبال، اعداد، وضربه ساحقه ومحاوله من لاعبات اصحاب الجياد. هوبا، خطا من لاعبات النادي الاهلي، من لبرنادا وليد، وبتلعب الكوره وبتجري تحت الشبكه، بتبقى نقطه لاصحاب الجياد. وطبعا يعني اصحاب الجياد 16، رقم 21 على الارسال جانا سالم، استقبال من اعلى من النادي الاهلي ندى وليد، اعداد، دعاء، وضربه ساحقه وخارج الملعب، والنقطه 25، وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الاهلي 25-16، الشوط الاول لصالح النادي الاهلي في بطوله الدوري الممتاز لكره الطايره للسيدات والنادي الاهلي. وهيبقى على ايدك اليمين النادي الاهلي، وعلى ايدك السيسار نادي اصحاب الجياد في الشوط الثاني. الشوط الاول 25-16، فارق 11 نقطة يعني، أو 9 نقاط لصالح النادي الأهلي. دقيقتين راحة و يتم استئناف المباراة بالشوط الثاني. ماشي يا حبيبي، ماشي، ونتابع بعد الفاصل، نروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل لمواصلة المباراة الثانية مع حضراتكم من صالة الشهداء بفرع النادي الأهلي بالجزيرة. نتابع معا احداث مباراه، احداث الشوط الثاني لمباراه الكره الطايره بين فريقي النادي الاهلي بالزي الاحمر ونادي اصحاب الجياد في افتتاحيه الاسبوع الثاني بالدوري الدرجه الاولى ممتاز الف لكره الطايره للسيدات. طبعا ده اول مباراه للنادي الاهلي، ده الاسبوع الثاني المؤجل للنادي الاهلي مباراه مع الصيد بسبب اشتراك لاعباته في منتخب الشابات المشارك في الكره الشاطئيه في بطوله العالم بتايلاند خلال فترة من 7 ل 12 في نوفمبر الحالي. على ايدك اليمين النادي الاهلي بزي والاحمر ولاعبات النادي الاهلي، هي خالد 17، تانيا بوكان رقم 3 مونتينيجرو، يعني محترفة مونتينيجرو، ميار خليفة رقم 6، علياء هاني رقم 18 مركز 2، وندى وليد ليبرو الفريق، ودعاء محمد معدة الفريق. اما لاعبات اصحاب الجياد، اللاعبه رقم 21 سما جانا سالم، هذه تانيا بوكان، وهذه رقم 6 لاعبه الاهلي ميار خليفه، وهذه رقم 18 علياء هاني. اعتقد ان هو هذه في حوار كده ما بين تانيا بوكان ولاعيبة النادي الاهلي على ايدك اليمين هم بالزي الاحمر، ويحكم هذا اللقاء مريم احمد ويعاونها محمود علاء، وادي كابتن احمد خليل مع لاعبات اصحاب الجياد، وهو دفع برقم 8 النادي الاهلي. الإرسال مع لاعبات النادي أصحاب الجياد رقم 2 من أصحاب الجياد مريم محمود، والشوط الأول انتهى لصالح النادي أو لاعبات النادي الأهلي 25-16، بداية قوية للنادي الأهلي في موسم 2023-2024، وهذه بداية هذا الشوط، ومحاولة من لاعبات النادي الأهلي، ونقطة الأولى من تانيا بوكان محترفة النادي الأهلي، وضربة ساحقة قوية كده من مركز أربعة، وبيجيب النقطة الأولى للنادي الأهلي. محاولة مرة تانية من النادي الأهلي لتكرار سيناريو الشوط الأول، وهذه إرسال من أعلى مع الوزن من لاعبة تانيا بوكان. مرة تانية لاعبات أصحاب الجياد بيحاولوا ولكن خارج الملعب، والنقطة الثانية للنادي الأهلي. الأهلي 2 لا شيء أصحاب الجياد في الشوط الثاني لمباراة الكرة الطايرة في الأسبوع الثاني، الأهلي مع أصحاب الجياد للدوري الدرجة الأولى الممتاز أنيسات. طبعا تم إلغاء المباراة الأولى أو تأجيلها، طبعا حسب لوائح الاتحاد المصري أي لاعيبة
بتغيب عن او بتشارك في مهمه دوليه يتم تاجيل مباراه الدوري ليها للفريق اللي بيشارك في الدوري. وهذه نقطه لنادي اصحاب الجياد، النقطه الاولى والارسال مع نادي اصحاب الجياد 1-2 واستقبال كده مش حلو من تانية وبتيجي في الشبكه، والنقطه الثانيه والتعادل 2-2. الارسال مره تانية مع اصحاب الجياد رقم 21 ومحاوله، وادي دعاء طالعه ساره امين وبتضرب من مركز اربعه وتجيب النقطه الثالثه للنادي الاهلي، والاهلي يتقدم 3-2. الارسال مع النادي الاهلي رقم 6 ميار خليفه، والارسال من اعلى ومحاوله مره ثانيه للاعبات النادي الاهلي للسيطره على المباراه واحراز النقاط المتتاليه للفوز بالشوط الثاني ثم الشوط الثالث. وادي نقطة من النادي الاهلي اربعة اهي اهي واضحة، سارة امين بيجيب النقطة الرابعة. وادي الجماهير بتاعت النادي الاهلي القليلة اللي موجودة بتشجع لاعبات النادي الاهلي، محاولة مرة تانية من اصحاب الجياد ولكن شوطة خارج الملعب، والنقطة رقم 5 والتقدم لصالح النادي الاهلي 5-2. مريم ثروت بتلعب في الشوط الثاني اهي موجوده رقم 8. ارسال من اعلى استقبال، وهي مريم معده مكان دعاء محمد، اعداد اهي من مريم ثروت ومحاوله من النادي الاهلي من علياء وبتجيب النقطه 5 لصالح النادي الاهلي، والارسال مع 18 ميار خليفه تلعب علياء هاني بتلعب ارسال من اعلى استقبال ومحاوله من النادي الاهلي حائط صد قوي وكوره خارج الملعب، والنقطه الستة لصالح النادي الاهلي دبل سكور. انا قلت لحضراتكم في بدايه في الشوط الاولاني ان في مستوى فني اكيد لصالح النادي الاهلي اعلى وافضل، وطبعا احنا مش عايزين نقلل من فرقه اصحاب الجياد، لا الاهلي بيبقى ليه خبرته وابطال دوري وابطال كاس و كل الحاجات دي طبعا بتتحط في الحسبان. وادي نقطة ارسال ضايع من النادي الاهلي، الارسال مع نادي اصحاب الجياد 4 الاهلي 6 اهو رقم 24 من اصحاب الجياد. ومحاولة والارسال خارج الملعب، والنقطة السبعة 7 الاهلي 4 اصحاب الجياد. وادي في تغيير كده رقم 4 نازله اللي هي دعاء الغباشي نازله مكان ساره امين، دعاء الغباشي طبعا لعيبه منتخب مصر ولعيبه النادي الاهلي. محاوله مره ثانيه من اصحاب الجياد وادي النادي الاهلي، اعداد مريم ثروت وضربه ساحقه من تتانيا بوكان والنقطه الثامنه 8 النادي الاهلي 4 اصحاب الجياد دبل سكور. محاولة من النادي الاهلي، سامعين طبعا اصوات الجماهير اللي بتأذي فريق النادي الاهلي. عفوا حائط صد ولكن كرة بتيجي في ملعب النادي الاهلي ونقطة لصالح اصحاب الجياد. النقطة الخامسة رقم 19 رايحة على الارسال، روان عادل بتلعب ارسال من اعلى، روان بتلعب ارسال واستقبال من النادي الاهلي وخطأ على النادي الاهلي دبل سكور او دبل كرة دبل. والنقطة الستة لاصحاب الجياد،
ادي محاوله من مريم ثروت لايقاف الكره في حائط الصد، ولكن الكره بتيجي نقطه لاصحاب الجياد وفارق نقطه واحده لاصحاب الجياد. تعليمات كده لاحمد خليل رقم 2 مريم محمود اللي هي معد الفريق، ارسال من اعلى تيجي في الشبكه ونقطه للنادي الاهلي النقطه التاسعه. تسعه النادي الاهلي، سبعه هي خالد رقم 17 على ارسال من اعلى واستقبال للنادي الاهلي، وبتلعب كده تاتانيا بوكان وبتحاول تجيب الكره ولكن خطا، ونقطه على النادي الاهلي والنقطه الثامنه اهي في الاعاده باينه خالص، جت تاتش من لاعبات النادي الاهلي وخرجت بره الملعب تبقى نقطه، وادي ارسال ضايع قلنا بنخلي بالنا من حائط الصد عشان دايما عدم التغطيه على حائط الصد وعلى الضارب دايما بتسبب اخطاء في فقد نقاط. ادي ارسال مع مريم ثروت معدة الفريق رقم 8 كانت بتلعب مكان دعاء محمد، وادي محاوله ثانيه حائط صد ومريم بتلعب اعداد وضربه من تانية ومحاوله لاحراز النقطه، وادي مره تانية اصحاب الجياد بيلعب، وادي النادي الاهلي مريم ثروت ضربه ساحقه بالذراع الايسر من لعيبه النادي الاهلي ساره امين رقم 11 وتجيب النقطه رقم 11 اهي في الاعاده اهي طالعه اهي اهي دي علياء هاني سوري علياء رقم 18 هي اللي كانت طالعه وجابت النقطة رقم 11. إرسال من أعلى النادي الأهلي 11 الأهلي 8 أصحاب الجياد. ومحاولة مرة ثانية من أصحاب الجياد لتقليل الفارق، ولكن الأهلاوية أهم تاتانيا بوكان طالعة زي الصاروخ وبتجيب نقطة رقم 12. ضربة ساحقة من مركز أربعة ومعدة مريم ثروت لعبها كده زي ما الكتاب بيقول. ارسال مع النادي الاهلي مريم ثروت رقم 8 بتلعب ارسال من اعلى 12 الاهلي 8 اصحاب الجياد، ومحاوله كده من المعده بتلعب الكوره كده بتاعت الاعداد اللي هي بدل ما تلعبها للضارب لا بتلعبها بليسنج وتحاول تجيب من النقطه اهي بص اهي رقم 2 اللي هي مريم محمود لعبت الكوره وجت مفاجاه لتاتانيا بوكان رقم 3 محترفه من مونتينيجرو ومحاوله للم الكوره ولكن بتنزل في ملعب النادي الاهلي ونقطه لاصحاب الجياد. مره ثانيه ادي الاهلي اهو بيعد خلفي ولكن قلنا التغطيه على حائط الصد يا جماعه لازم نغطي على حائط الصد لازم نغطي على الضارب عشان ما الكوره ما تضيعش ولا نقطه ما تضيعش. 10 اصحاب الجياد 12 للاهلي رقم 2 على الارسال مريم محمود مريم محمود رقم 2 بتلعب ارسال وبتيجي في الشبكه لازم نتدرب على الارسالات. رايحه على الارسال تاتانيا بوكان رقم 3 محترفه النادي الاهلي من مونتينيجرو، وادي بعض الجماهير بتشجع فرقه النادي الاهلي. هذه التانية اهي بوكان تلعب ارسال من اعلى طبعا اكيد محترفه يعني فتلعب ارسال قوي ارسال موجه، وادي ضربه ساحقه ومحاوله من مي غزال اللي نزلت اهي كان في تغيير حصل مي غزال نزلت مكان ساره امين مي غزال رقم 14 او بتلعب مكان اي خالد مكان اي خالد اللي هي السنتر بلوك. 11 اصحاب الجياد 13 النادي الاهلي وارسال من اعلى استقبال اعداد مريم ثروت وضربه ساحقه من دعاء غباشي رقم 4 كابتن ابراهيم فخر الدين بيحاول يلعب كل اللاعبات عشان ياخدوا الاحساس وياخدوا الاحساس بالكوره لان طبعا في ماتشات قويه بتقابل النادي الاهلي زي نادي الصيد ونادي الشمس الماتشات اللي جايه هتبقى ان شاء الله قويه يعني. استقبال من مريم ثروت اهي معده وبتلعب الكوره والنقطه رقم 14 للنادي الاهلي 11 اصحاب الجياد. استقبال نادي اصحاب الجياد مره ثانيه ومحاوله واستقبال من 6 ميار خليفه وبتلعب الكوره
محاولة مرة تانية. الليبرو طبعا خرج اللي هي ندى وليد، وطبعا نزلت آية خالد، وكده في اتنين سنتر بلوك في الملعب اللي هي آية خالد ومي غزال بيلعبوا، لا مي غزال بتلعب أربع مركز ثلاثة برضه سنتر بلوك. أهو أربعة أهو بتلعب دعاء الغباشي رقم أربعة وبتجيب نقطة للنادي الأهلي والنقطة 15. وادي المحاولة مرة تانية من اللاعبات إعداد من مريم ثروت وآية خالد. لازم نضرب قوي يا جماعة، لازم نضرب في المكان الفاضي عشان نقدر نخلص الجيم بفارق زي ما خلصنا الجيم الأولاني. وادي نقطة للنادي أصحاب الجياد، فور باص على النادي الأهلي. الإرسال أصحاب الجياد رقم 10 على الإرسال فاطمة حسن، هتلعب إرسال من أعلى، استقبال كده من ندى وليد ليبرو الفريق، ومحاولة مرة تانية من مي غزال اللي بتجيب نقطة. مي راح على الإرسال، مي غزال أهي طالعة بسم الله ما شاء الله، اضرب ضربت، تلعب إرسال من أعلى مي، إرسال قوي، استقبال إعداد ضرب ساحق ولكن بتلعبه صوابع، ومحاولة من النادي الأهلي ومريم ثروت بتحاول ترجع الكرة كده بليسنج وحائط صد ولكن خارج الملعب، خارج الملعب. ونقطة، نقطة 13 أصحاب الغياب الأهلي 16، فارق 3 نقاط. الإرسال مع أصحاب الغياب 24 منة الله، هتلعب إرسال من أعلى، استقبال إعداد مريم ثروت وضربة ساحقة من آية خالد، ومحاولة مرة تانية لأخذ الكرة من تانية بوكان ضارب خلفي ولكن خارج الملعب. نقطة أهي حضراتكم، أهي تانية جاية ضربة من خلفي وخارج الملعب، خارج الملعب. 14 النادي الأهلي 16 14 اصحاب الجياد خارج الملعب، يبقى النقطه 17 للاهلي، 17 للاهلي 14 اصحاب الجياد، والنقطه مع مي والارسال مع مي غزال رقم 4، رقم 4 دعاء الغباشي سوري، دعاء الغباشي على الارسال، استقبال اعداد ومحاوله ولكن النادي الاهلي ندى وليد بتستقبل وبتلعب الكره قويه مره ثانيه لاصحاب الجياد، ضرب خلفي. آية خالد بتضرب، برافو يا آية، برافو، قوية وبتيجي في إيد لاعبها وترجع ملعب النادي الأهلي وبتضرب مرة تانية نتة تانية بوكان وبتجيب النقطة 18. 18 الأهلي سوري، 14 أصحاب الجياد، ضربة ساحقة أهي شايفينها من تة تانية. نقطة تانية إرسال قوي ونقطة من الإرسال، ووقت مستقطع طلبه الكابتن أحمد خليل المدير الفني لنادي أصحاب الجياد، الكابتن مريم فخر الدين أمام حضراتكم أهو مع لعيبات الأهلي، الأهلي 19 14 أصحاب الجياد، وقت مستقطع للكابتن أحمد خليل مدرب أصحاب الجياد، ومحاولة منه أهو أمام حضراتكم لتصحيح الأخطاء، وأدي الكابتن مريم فخر الدين برضه بيدي تعليماته للمعد زي ما شايفين رقم 8 مريم ثروت. انتهى الوقت المستقطع وبيشجعوا بعض اللاعبات الاهلي وامام حضراتكم وهم في الملعب، على ايدك اليمين الاهلي بزيه الاحمر، الشوط الثاني كره الطايره سيدات الدوري الممتاز الف موسم 2023 2024. وادي دعاء الغباشي رقم 4 بتلعب ارسال من اعلى، استقبال ومحاولة مرة تانية من أصحاب الجياد، وادي مريم ثروت بتعد، آية خالد بتلعب، وادي ضربة خلفية من دعاء الغباشي ولكن خارج الملعب. لازم ناخد بالنا من الكرات اللي بتضيع نقط عشان ما نكررهاش أو ناخد بالنا من الأخطاء. إرسال رقم 19 على الإرسال من أصحاب الجياد رقم 19 روان عادل، ومحاولة من أصحاب الجياد، وادي النادي الأهلي، استقبال ندى مي غزال،
مريم ثروت بتلعب لتيتانيا بوكان ولكن خارج الملعب، والنقطة 16 لأصحاب الجياد. 16 أصحاب الجياد، 19 للنادي الأهلي. 19 كلاكيت تاني مرة، روان عادل استقبال خارج الملعب، خارج الملعب ونقطة للنادي الأهلي. النقطة 20، 20 الأهلي، 16 أصحاب الجياد. ورايحة آية خالد رقم 17 على الإرسال. آية هتلعب الإرسال من أعلى. آية خالد أهو، آية بتلعب إرسال من أعلى، إرسال قوي واستقبال إعداد رقم 2، ضربة ساحقة وحائط صد من لاعبات النادي الأهلي وتيجي في لاعبة من نادي أصحاب الجياد وتبقى نقطة للنادي أصحاب الجياد. 17 أصحاب الجياد، 20 النادي الأهلي، تغيير لأصحاب الجياد، 20 داخلة اللي هي سما عزت. والإرسال مع أصحاب الجياد، سما على الإرسال، تلعب إرسال من أعلى، تشاور لها كابتن مريم أحمد حكم الأول، وده إرسال من أعلى وبيجي في الشبكة وبتستقبل ميار خليفة وإعداد ومحاولة من مي غزال خلفي، ضارب خلفي وتلعب الكرة، دفاع عن الملعب تاني مي غزال خارج الملعب، والنقطة 18 لأصحاب الجياد. نخلي بالنا إن النقط دي هتجمل معانا وهتفرق معانا، لازم نخلي بالنا من الأخطاء الصغيرة. إرسال استقبال النادي الأهلي وبتيجي في الشبكة ونقطة للنادي الأهلي، النقطة 21، 21 18. الشوط الثاني لكرة الطايرة سيدات النادي الأهلي وأصحاب الجياد بصالة الشهداء بفرع الجزيرة بالنادي الأهلي. وعلى الإرسال مريم ثروت بتلعب إرسال من أعلى، يلا يا مريم، إرسال من أعلى قوي واستقبال، يعني هو إعداد وتعدي الملعب وندى وليد وإعداد مريم ثروت وضرب صاعق من مي غزال وبتجيب النقطة 22. 22 للنادي الأهلي، 18 أصحاب الجياد، ومريم ثروت معدة الفريق على الإرسال. بداية إن شاء الله تكون قوية، وقت مستقطع الثاني لكابتن أحمد خليل اللي طلبه، وقت مستقطع الثاني والنتيجة 22. طبعا هو بياخد وقت مستقطع عشان يمتص حماس لاعبات النادي الأهلي ويوقف اللعب شوية ويدي قسط من الراحة للاعباته. الشوط الثاني، الشوط الأولاني كان 25-16 للأهلي، الشوط الثاني ده عدينا ال 16 كده 22-18. كابتن ابراهيم فخر الدين بيحاول يلعب كل لاعبات النادي الاهلي، يعني الشوط ده ابناء اشرف مي غزال واشرف دعاء غباشي ومريم ثروت المعده، ثلاثه اربع لاعبات بيلعبهم عشان ياخدوا طبعا الاحساس وياخدوا، لان طبعا الماتش بيكون او الماتش سهل يعني. استقبال النادي الاهلي وضربه ساحقه من مي غزال حائط صد، محاوله كده من لعيبه النادي الاهلي رقم 6 ميار خليفه اللي بيجيب نقطه، نقطه رقم 23. وعلى الارسال ما زالت مريم ثروت معد النادي الاهلي، معد الثاني، النادي الاولاني كان دعاء محمد وده المعد الثاني. ارسال النادي الاهلي، مريم ثروت هتلعب ارسال من اعلى استقبال اعداد كده ومحاوله من تيتانيا بوكان لاخذ نقطه، ومره تانيه حاط الصد بكده، حاط صد يعني الكره ضاعت منه من مي غزال ومن ميار خليفه وتبقى خارج الملعب، والنقطه 19 لنادي اصحاب الجياد. الارسال مع اصحاب الجياد رقم 2 مريم محمود، ارسال من اعلى استقبال ندى وليد، اعداد مريم ثروت وضربه خلفيه كده وبالراحه كده وايزي لعبات تانية بوكان وبتجيب النقطه 24 ونقطه، وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الاهلي. اهي طالع بوكان، بص بعد ما كانت هتضرب لعبتها دي كلمه ايد ضعيفه عشان تنزل في المكان الفاضي والتوقيت المناسب اللي بيجيب منه نقطه، وادي نقطه اهي للنادي الاهلي 25-19، وينتهي الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي 25-19، ويتقدم النادي الاهلي 2-0.
لا اثنين لا شيء، نادي اصحاب الجياد. ونروح لفاصل ونعود للشوط الثالث مع حضراتكم. مع حضراتكم من قناة النادي الاهلي لمتابعة الشوط الثالث من مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الاهلي ونادي اصحاب الجياد في الاسبوع الثاني لدوري او للموسم الكرة الطايرة الممتاز انسات الموسم 2023-2024. طبعا النادي الاهلي بيلعب في الاسبوع الثاني الماتش الاول، لان الاسبوع الاول تم تاجيل مباراه الكره الطايره بين الاهلي والصيد بسبب لاعيبه نادي الصيد اللي في منتخب الشباب اللي مشارك بطوله العالم بتايلاند حاليا لحد يوم 17 لحد يوم 12 ان شاء الله. بالنسبه للنادي الاهلي فاز الشوطين الاول، الاول فاز 25-16، الشوط الثاني 25-19، يبقى الاهلي متقدم 2 لا شيء، وهيبقى النادي الاهلي على ايدك اليسار والنادي اصحاب الجياد هيبقى على ايدك اليمين، ويقام في نفس التوقيت او في بعد او في الساعه 6 مباريات الاسبوع الثاني الاهلي واصحاب الجياد، الواي الواي ومسيحيه اسكندريه، الاتحاد السكندري ووادي دجله، المجموعه الثانيه الزمالك وهليوبلس المقاولين وسموحه طيران واكتوبر سبورتنج وزور. وامام حضراتكم بعض لقطات من الموسم او من الشوط اللي فات امام حضراتكم، بيعيدها مخرجنا لمتابعه اللقطات الجميله او النقاط اللي الاهلي بيعجبها. كانت الشوط ده الشوط الاولاني على فكره، ده الشوط الثالث ان شاء الله يكون بالتكليل وبالفوز للنادي الاهلي. هذه نزلوا الفريقين على ايدك اليمين منتخب او فريق اصحاب الجياد، وعلى ايدك اليسار النادي الاهلي بزيه الاحمر. تشكيل النادي الاهلي: تتانيا بوكان رقم 3 مركز 4، ميار خليفه رقم 6 مركز 3، مي غزال موجوده في الملعب هي رقم 4 مركز 4 لا 14 مركز 3 مي غزال، وبعدين رقم 9 شروق فؤاد المعده الاساسيه للفريق. احنا عندنا 3 معدين كده، شروق فؤاد و دعاء محمد، والثالثه اللي هي كانت مريم ثروت، دي معده الثالثه. وادي معانا رقم 4 اللي موجوده دعاء الغباشي، وادي شروق فؤاد على الارسال معده الفريق، وطبعا الليبرو رقم 2 ندى وليد اهي في امام حضراتكم، وتتانيا بوكان، ورقم 6 ميار خليفه. وادي الارسال واستقبال من نادي اصحاب الجياد، ونقطه للنادي الاهلي، وخطا فور باس على النادي على النادي اصحاب الجياد، والنقطه الاولى للنادي الاهلي، واحد الاهلي لا شيء لاصحاب الجياد. كره الطايره انسات، وادي نقطه التعادل، خطا من الارسال الاول لشروق فؤاد، الارسال مع اصحاب الجهاد رقم 21 بتلعب من نادي اصحاب الجهاد، جانا سالم ومحاوله من النادي الاهلي، وادي مي غزال بتعد الكوره، ومحاوله ضربه خلفيه من دعاء الغباشي، مره ثانيه شروق بتعد خلفي وضربه ساحقه لتتانيا، والنقطه الثانيه الاهلي 2 واصحاب الجهاد 1، والشوط الثالث 2-0 متقدم من الاهلي زي ما احنا قلنا. ادي النقطة الأولى مرة، النقطة الثانية، وادي محاولة من النادي الأهلي، ضربة خلفية من تتانيا بوكان، وبتجيب النقطة الثالثة، 3 الأهلي 1 أصحاب الجياد، والشوط الثالث والأهلي متقدم 3-1. مرة ثالثة تتانيا تلعب إرسال قوي، استقبال، محاولة من أصحاب الجياد ليه تقليل الفارق واللعب والتواصل مع امام النادي الاهلي، وهي حائط صد مي غزال وميار خليفه مره ثانيه، واعداد قوي، مي غزال بتلعب يعني خلفي وامامي، وبتعد
وادي تانيا بتضرب من الخلف، محاولة مرة تانية وحائط صد من الأهلي لكن خارج الملعب، ونقطة لفريق أصحاب الجياد. على الإرسال رقم واحد من أصحاب الجياد فاطمة زهراء، رقم واحد هتلعب إرسال من أعلى، والنتيجة 2 أصحاب الجياد 3 النادي الأهلي. خارج الملعب ولكن بتيجي في احد لاعبات النادي الاهلي تبقى نقطه التعادل 3-3. ارسال مره ثانيه، خلينا تيجي تاني مره مع فاطمه، بتلعب ارسال من اعلى، استقبال ندى وليد، اعداد شروف فؤاد، وضربه ساحقه من دعاء الغباشي وبتيجي في لاعبه، تاتش بلوك وتبقى نقطه للنادي الاهلي. ميار خليفة على الإرسال من أعلى، استقبال ولكن خارج النقطة، إيس زي ما بيقولوا النقطة مباشرة، والنقطة الخامسة للنادي الأهلي. وهذه الإرسال مع النادي الأهلي، 5 الأهلي 3 أصحاب الجياد، مرة تانية أصحاب الجياد بيدافع وبيلعب ولكن خطأ تاني، ضرب الكرة مزدوجة على فريق نادي أصحاب الجياد، والنقطة السادسة دبل سكور 6 الأهلي 3 أصحاب الجياد. أدي كده نقطة، يعني نقطة لأصحاب الجياد كده، خطأ يعني من لاعبات النادي الأهلي. أهي بص أدي كرة متشاطة، بص الاتنين راحوا عليها، واحدة لعبتها وراحت منها على أرضية الملعب، وتبقى 4 لأصحاب الجياد 6 للنادي الأهلي. وإرسال بالذراع الأيسر من أصحاب الجياد، وضربة ساحقة من آية خالد رقم 17، بيجيب نقطة كده سريعة، ضرب سريع أهي، بص أهي طلع سريع وضربة شروط رفعتها ليها في مركز 4، وتجيب النقطة السبعة، 7 النادي الأهلي 4 أصحاب الجياد. مي غزال على الإرسال رقم 14، ارسال من اعلى اصحاب الجياد، 5 اصحاب الجياد 7 النادي الاهلي. اي خالد بتضرب تاني سريع سريع، ده طبعا اكيد بيجيب نقط بسرعه، فمحاولات من ابراهيم فخر الدين المدير الفني، استخدام السريع او الضرب السريع من اي خالد، وبيجيب النقطه الثامنه 8-5 النادي الاهلي. ثمانية خمسة، محاولة مرة تانية من النادي الاهلي الدفاع عن الملعب، وادي شروق اداة خلف المي غزال، وضربة ساحقة قوية ومحاولة كده، ونقطة للنادي الاهلي النقطة التاسعة، 9 النادي الاهلي. اهي ادي النقطة التاسعة للنادي الاهلي، 5 اصحاب الجياد، وحائط صد كده بتيجي في ملعب النادي الاهلي، ونقطه لاصحاب الجياد النقطه السادسه، 6 اصحاب الجياد 9 للنادي الاهلي. كل الامنيات والتوفيق لفريق كره اليد بالنادي الاهلي بقياده المدير الفني الاسباني للمشاركه في بطوله السوبر جلوب، ان شاء الله بكره هيلعب مع فريق النور السعودي الساعه 3 باذن الله. كل التوفيق والامنيات ل فريق كرة اليد بالنادي الاهلي بطل افريقيا وبطل مصر، هي وبعدين هو بيقع في مجموعة مع برشلونة ومع نور السعودي، وطبعا البعثة رايحة بقيادة وبرئاسة كابتن محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة، ومعاه طبعا كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وان شاء الله كل التوفيق لكرة اليد. فاحنا هنا في الكره الطايره، والاهلي متقدم 10 اصحاب الجياد 7، وهذه ضربه ساحقه من 21 من اصحاب الجياد،
شروق فؤاد بتتكلم معاها بتقول لها الكوره المفروض الكوره يعني مش نقطه لاصحاب الغياب، حسبت للاهلي، قال لها شوفي حتى الحكم الثاني، وفعلا القرار اتغير وبقت 11-7 بدل ما كانت 10-8. 11-7 النادي الاهلي. هي خالد على الارسال. الحمد لله. عفوا. ارسال مع النادي الاهلي 11. والاهلي 11 وارسال قوي فعلا، وجريت عليه ليبرو نادي اصحاب الجياد رقم 6 نور هشام وحاولت عليها، ولكن نقطة للنادي الاهلي، النقطة رقم 12. 12 الاهلي، 7 اصحاب الجياد. هيا خالد رقم 17 على الارسال، تلعب ارسال قوي، استقبال عداد نادي اصحاب الجياد ومحاولة للعب الخلفي، ولكن الاهلي جاهز. مي غزال وترفع مشروق فؤاد وضربة ساحقة من تتانيا بوكان وبجيب النقطة رقم 13. 13 الاهلي، 7 اصحاب الجياد. وعلى الارسال ايا خالد، كلاكيت تاني مرة، ارسال من اعلى، استقبال كده مش حلو، بتجري عليه الليبرو ومحاولة مرة تانية ليه، ولكن خارج النقطة مباشرة. كابتن ابراهيم بيبص لمي غزال ويقول لها يعني انت ما جبتيش الكرة دي ليه؟ هنشوفها في الإعادة اهي. اهي اهي بص. بص اهي جوه الملعب، جوه الملعب. على الإرسال من أصحاب الجياد رقم 2 مريم، استقبال من أعلى النادي الأهلي. إعداد وضربة ساحقة مي غزال، يا ولد يا ولد. مي غزال يا غزال. 14 الاهلي، 8 اصحاب الجياد. فارق 6 نقاط. وما شروق فؤاد راحه على الارسال اهي. كابتن شروق فؤاد. شروق على الارسال، معد الفريق الاول رقم 9. استقبال كده من لاعبات اصحاب الجياد وصعب شويه، ومحاوله يلم الكرة، وفعلا استطاعوا ان هم يرجعوا الكرة ملعب النادي الاهلي، ومحاولة من تتانيا بوكان والنقطة 15 وضربة ساحقة من مركز 4 اهي، بتعدي ليها شروق وضربة طالعة وضربة وراكبة كورة من اعلى نقطة وبتجيب النقطة 15. الارسال مع النادي الاهلي شروق فؤاد مرة تانية، منتظرة طبعا صافرة الحكم مريم أحمد، أكيد أو في حاجة تقريبا في الملعب، في تغيير أو حاجة ممكن في صفوف نادي أصحاب الجياد، أنا مش شايف الملعب بتاع أصحاب الجياد. حد تعبان او حاجه او ايه؟15 الاهلي، اصحاب الجياد 8. استقبال كده ومحاوله مره ثانيه ويلعب الكوره وندى وليد، اعداد شروق مي غزال، نفس اللعبه اللي فاتت بالظبط، اعداد خلفي وضرب صاعق من مركز 2 وبتجيب النقطه 16. 16-8 يتقدم النادي الاهلي. دبل سكور اكيد هيطلب وقت مستقطع كابتن احمد خليل، او مش هيطلب لسه، هنشوف امام حضراتكم في الاعاده ايه. فعلا طلب وقت مستقطع كابتن احمد خليل طبعا، وادي الكابتن ابراهيم فخر الدين مع لاعبات النادي الاهلي، تعليماته للمعد ان هو يتحرك يمين وشمال ويلعب امامي وخلفي. ادي طبعا سامعين اصوات جماهير النادي الاهلي اللي دايما بتقف ورا فرقها كلها، سواء طايره سله يد كوره، بيقفوا ورا الفريق ويأذروه في كل وقت. استقبال نادي اصحاب الجياد، وشروق فؤاد لعبه ارسال قوي، استقبال اعداد شروق واعداد خلف اهو، مي غزال اهي اهي النقطه رقم 17، نفس اللعبه ونفس الطريقه وثلاث نقط.
النقطة التالتة هي إعداد خلفي لعباها لمي غزال، بس المرة دي مي غزال غيرت اتجاه الضربة، لعبتها كروس مش مستقيمة فجابت نقطة رقم 17، وادي النقطة رقم 18. النادي الأهلي يتقدم 18-8، فارق 10 نقاط. بدأ الأهلي بقى يظهر، وبدأ اللاعبات تاخد مراحة، وبدأت تحس باللعب، وبدأت تلعب، بدأ في تجانس. مش هيبقى برضه مش هيظهر قوي برضه الا المباراه الجايه، برضه هيكون في تجانس اكتر ولعب اكتر وهيكون احسن باذن الله. خطا على لاعبات نادي اصحاب الجياد في لمس شبكه، وفي تغيير هيعمله كابتن احمد خليل. اشوف بس هنغير مين. هو نزلت اللعيبه دي رقم 18 او 19. شروف فؤاد رقم 9 الارسال من النادي الاهلي، 19 الاهلي، 8 اصحاب الجياد، وارسال من اعلى من ساعه مشروع مسكت الارسال، والحمد لله يعني ما سويتوش يعني نقط متتاليه للنادي الاهلي. وايه مي غزال يا ولد، حلوه يا مي، وارسال مره ثانيه، محاوله من اصحاب الجياد، يلا يا شروق، يلا تتانيا، ضربه قويه ودفاع قوي من اصحاب الجياد، ومحاوله مره ثانيه ندى وليد، شروق، يلا ضربه ساحقه خلفيه من دعاء الغباشي، محاوله مره. ادي قلنا في احساس بالكره بقى بدا يظهر في الشوط الثالث هو اكتر، والنقطه 20 للنادي الاهلي، الاهلي 20 و8 اصحاب الجياد 12 نقطه فارق لاصحاب النادي الاهلي. ارسال مع شروف فؤاد ما زال مستمرا. الجماهير بتقول الاهلي العب يا اهلي، العب يا اهلي. استقبال اعداد من شروق، ضرب من دعاء الغباشي خلفي، ومحاوله مره ثانيه من لاعبات النادي الاهلي، غلط مركز اثنين بحائط الصد، ولكن كوره كده للنادي الاهلي 21 والنقطه 21. الاهلي 21 8 اصحاب الجياد. شروق فؤاد ما زالت مستمره على الارسال. ارسال من اعلى خارج الملعب يا شروق، احنا نقينا عليك ولا ايه؟ معلش معلش تعوض. اصحاب الجياد على الارسال، 9 اصحاب الجياد، 21 الاهلي. بيقولوا البعض مراكز اللعب لسه طبعا زي ما قلنا تركيز في الملعب لسه ما ظهرش اكتر، التجانس في الاداء لسه ما ظهرش اكتر، كل الحاجات دي هتيجي ان شاء الله بالماتشات ورا بعض وهتظهر ان شاء الله، والاهلي يكون احسن واحسن باذن الله. خطا على النادي اصحاب الجياد، والنقطه 22 لمست الشبكه كده وهي بتلعب الكره، ويمكن لو تعادت هنشوفها. ثلاثه على الارسال، تتانيا، بوكان، اهي بص اهي، ادي الكره ملعوبه من ميار، وبعدين شروق عايزه تلعبها، فدي لمس الشبكه رقم 19 من روان عادل، وادي نقطه للنادي الاهلي، والنقطه 23 من تتانيا بوكان، ما شفناهاش دي، ارسال تقريبا ايس او النقطه مباشره. تتانيا بوكان على الارسال، ارسال من اعلى، استقبال وحش جدا، والنقطه 24 ونقطه، وينتهي هذا الشوط وهذا اللقاء لصالح النادي الاهلي 24-9 امام حضراتكم. الشوط الاول 25-16، الشوط الثاني 25-19، الشوط الثالث هيبقى يا ترى 25 كام؟ هنقول لحضراتكم في نهايه هذا الشوط. واهو كوره، وادي كوره ملعوبه، النقطه العاشره لنادي اصحاب الجياد. على 14 على الارسال من اصحاب الجياد رقم نورهان وائل، تلعب ارسال من اعلى، استقبال من النادي الاهلي خارج الملعب، والنقطه 25-10، وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الاهلي 25-10، والنتيجه 3 اشواط مقابل لا شيء، 25-19 الشوط الاول، 25-16 الشوط الاول، 25-19 الشوط الثاني، 25-10 الشوط الثالث، ويتقدم النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل لا شيء، ويفوز بهذا اللقاء
في افتتاح دوري الممتاز ألف للسيدات ومع فريق أصحاب الجياد، وإن شاء الله بإذن الله بالتوفيق في المباريات القادمة للاعبات النادي الأهلي والنادي الأهلي في الكرة الطايرة الممتاز ألف. كان معكم محدثكم دكتور مروان صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.